بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية. شفنا في كيف نستخدم اللي هو الريسايكل فيو، كيف نبنيها بالشكل اللي احنا موجود عندنا. موضوعنا اليوم هو موضوع الكارد فيو، وهو موضوع هو عبارة عن كومبوننت او عبارة عن أداة او فيو موجودة في الأندرويد ستوديو، واللي هي بتعمل إضافة جمالية على اللي هي العناصر. طبعا من بعض استخداماتها، خلينا نشوف هاي بعض استخداماتها، واستخداماتها كثيرة. مثلا على سبيل المثال، لو انت في الريسايكل فيو، انت لاحظ هن عندنا في الريسايكل فيو فيش فاصل بين كل عنصر وعنصر. لو بدك تعمل فاصل زي هذا الشكل بالفاصل، كل عنصر يكون بالفاصل لحاله، او بدك تيجي مثلا عندك يعني عناصر بدك تحط كل واحدة هيك في صندوق، ويكون الصندوق بارز هيك ويعطي جمالا للي هو. كذلك مثلا لو بالشكل اللي موجود عندك هنا، لاحظ كيف مثلا بدي يحط عندك داشبورد ويكون فيها 6 صناديق، وكل واحدة بيكون لها هيك بارزة، او مثلا بالاشكال مختلفة، او مثلا ممكن تحطها كيف عندنا في امثلة، يعني امثلة كتيرة ممكن تستخدم فيها اللي هو الكارد فيو، واللي هي بتعطي جمال لمين؟ للعناصر الموجودة عندك. فمثلا لو على سبيل المثال زي هذا، مثلا انت بتعرض مثلا تفاصيل صنف مثلا، بس زي ما انت شايف. طبعا في الغالب هو بيستخدم، مش في بدناش نقول في الغالب، لكن يعني دائما بتستخدم الريسايكل فيو مع الكارد فيو لانه بتعطي جمال. طيب احنا نيجي نرجع لمثالنا اللي موجود عندنا، واللي هو مثلا زي هذا. فاحنا عاملين صورة وبدنا نحط في داخل هذه الصورة اللي هو نحطها في داخل كارد فيو، بحيث ان كل واحدة، ما في عندي الا ابسط من هيك. برجع انا في عندي مثلا على سبيل المثال، لو عندي انا هنا اللي اوت تبع الايتم اللي احنا عملناه في الريسايكل فيو، طبعا كل واحد عمل المثال الموجود عنده. طبعا المثال اللي عندك في صورة وفي نص، انا هدول التنتين بدي الان احطهم في ايش؟ في كارد فيو. كيف بدي احطهم في كارد فيو؟ ولا في اسهل منه، بروح انا ببحث على الكارد فيو. هاي كارد فيو، طبعا انت ممكن ما يكونوش عندك، ممكن يعني تضيفها من اساس، يعني مش ما تحطهاش بالمره من عندك، يعني كيف ما تكونش، يعني نعتبر انه مش موجوده عندك لا الصوره ولا النص، هذا مش موجودين. فانت بتروح بس تسحب كارد فيو، ها كارد فيو بتسحبه، بتلاحظ جنبه في سهم. هذا السهم يا شباب صار في النسخ الجديدة انه لا، بده يروح يضمنه في الجريدل، وروح يعمل سينك للجريدل. طبعا هذه كنت انت كلها يدا وتعملها بايدك، لكن اليوم مع النسخ الجديدة، واللي احنا اتفقنا اقل اشي تكون عندك 5.5 هنا، تمام. فانت بدك تروح تتأكد عشان هذا الكلام. طيب بتيجي هان تسحب الكارد فيو وبتضيفها وين عندك، او قبل ما تسحب الكارد فيو خلي يحط الكارد فيو. هاي ضفنا الكارد فيو، وين بقول لك بدك تضيف الكارد فيو في الجريدل زي ما شفنا، قول له اوكي موافق. هاي ضاف لك مين اللي هو وهي بقول لك يعني بيعمل سينك لا اللي هو هاي ضاف الكارد فيو. الان الكارد فيو انا بدي احط في داخله هدول العنصرين، بدي احط في قلب الصوره وايش والنص. طيب عشان انا عشان يكونوا التنين هنا كيف بدي اضيفهم؟ اما بتسحبهم سحب، او الافضل تروح على الكود هنا، ها في داخل الكود، او لانه يعني في داخل احنا عندنا هنا، خلينا نروح هنا نضيف في داخل الكود. نيجي عندنا هنا ممكن احنا نعمله، طب او نيجي اسهل، نيجي نعمل زي هيك الكارد فيو هذه، نحط في داخلها لاي اوت. ايش اللاي اوت؟ لينير لاي اوت، هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. ونضيفه وين؟ في داخل مين؟ في داخل السو اللي هو الكارد فيو. ونيجي نسحب الصوره في داخل مين؟ اللينير هذا، ونسحب الصوره في داخل مين؟ اللينير كذلك. فأصبح اليوم عندك الصورة، وطبعا طلع الصورة فوق هنا، فأصبحت عندك هاي الصورة وهاي النص جنبها، تمام.
زغل الصورة شوية هيك، وهي النص هذا عفوا يعني هذا مين؟ هذا الكارد، وهذا اللي هو النص. هيو عندك النص والصورة جنب بعض، تمام. فهاي الصورة وهاي النص جنب بعض، والآن موجودين في داخل الكارد فيو. الآن لاحظ عندك إيش هنا؟ فيش عندك فواصل بين اللي هو التنين. لو جيت عملت رن من جديد، شوف إيش حتفرق عندك النتيجة الجديدة اللي موجودة عندك بوجود الكارد فيو. كارد يعني كارت، يعني زي الكارت، يعني بمعنى الكارت بيصير كل واحد زي كأنه موجود في كارت ليش لحاله في اللي هو في الريسايكل، أو زي ما شفنا الأمثلة اللي تو إحنا شفناها. طبعا بنلاحظ بعد ما عملنا رن، لاحظ إيش في عندي. صار أصبح في عندك كل عنصر من هذه العناصر محطوطة زي ما انت شايف في كارد فيو لحالها. لاحظ هاي الاولى في هاي زي ما انتم شايفينه في هاي في فراغ بينهم. طيب كيف ممكن احنا نزود او نقلل؟ في عندك بعض الخصائص اللي ممكن انت تتعامل معهم. لو رحت هان على اللي اوت وعلى الكارد فيو، هيو في عندك هان في الكارد فيو في عندك اللي هو الاليفيتور، إليفيتور نشوف إليفيشن، إليفيشن اسمه هيو الإليفيشن قديش اللي هو الكارد إليفيشن. كارد إليفيشن هنا مثلا تحطه مثلا 5 dB، شوف إيش اللي حيتغير معاك الآن. لاحظ إيش التغير اللي حيصير. لاحظ كيف حيزيد السمك تبع البروز تبع اللي هو مين اللي موجود عندنا. بس هذا بدي اعمل كاش، لحظة شوية نعمل ران مرة تانية. طيب لازم نقيمه اول، طيب مش مشكلة بس يعني هنا. طبعا الاليفيشن هذا بتزود اللي هو السمك تبعت اللي هو الاندرويد. طبعا هنا نجرب بس اللي هي الثانية اللي هي اندرويد، اندرويد طيب اليفيشن يعني اندرويد اليفيشن هنا نحط مثلا كارد فيو هاي مثلا 5 dB. نشوف ايش ال في عندك خصائص تانية زي الراديوس تبع الراديوس كمان الراديوس الكورنر كارد الراديوس قديش مثلا تحطه مثلا 2 3 زي ما بدك حسب اللي هو الراديوس تبع الكارد اللي هو القرن تبعتها برضو ممكن. وفي عندك كمان لو بدك تغير اللون تبعه اللي بقول له باك جراوند، باك جراوند كولر مثلا تغير الباك جراوند مثلا حابب تحطه احمر، يعني حسب اللي انت اللون ايضا اللي انت بدك اياه كله. هذا انت بتصير تتحكم فيه من خلال اللي هو الكارد فيو. ما في شي مشكلة في الاميوليتر. طيب نعمل رن. لاحظ انت غيرت الباك جراوند. طبعا الصور ما ظهرتش عندي لانه النت فصل عندي، لانه الصور انا جايبهم من النت. فجربوا هذا الكلام وشوفوا كيف الكارت فيو ممكن تستخدموه عندكم. يعطيكم الف عافيه.